بدي أقول للمصاب بفيروس سيدا إنه هو إنسان بيتمتع بكامل حقوق الإنسان. أنتوا من صلب المجتمع اللبناني. اصمدوا، ثابروا على الدواء، احموا حالكم. أن يحس بأنه يعيش عيشة طبيعية في مجتمعه. طالبوا بحقكم بالعمل والدراسة، طالبوا بحقكم بالحصول على العناية الطبية. الأمل دائما بقدرة العلم على أن يتطور. وأنتم منكم وحدكم، يعني في ناس حولكم بيفهموا هذا الوضع وبيعرفوا أنه أنتم كمان بحق لكم أنه يكون عندكم عمل، بحق لكم أنه يكون عندكم حياة. الكل اليوم عم بيأكد حقوقك، أنت شو ناطر؟